نقدر بتغذيتنا انه نتناول اطعمه بيها بروتينات. احنا اليوم نقدر نركب بالرموش الاصطناعيه بطريقه صحيحه، كل 20 يوم او كل شهر تسويها راح يبدي المدى مالك يوسع اكثر، واللحميه كل ما توخينها اكثر كل ما تكون احسن. كلش يعتبر من الفساتين البسيطه لكن الانيقه بنفس الوقت، اذا نضيف له مثلا الفروه راح ينطي فخامه بشكل